سألتك طب يعني. وش كنت تقول قبل شوي قاطعناك يا حبيبي؟ ما كنت اقول شيء. ايش كنت تقول انت؟ والله ما كنت اقول شيء. طبعا طيب ابو ماجد احنا في اليوم الوطني صح؟ سم عطنا طقوسك في اليوم الوطني، ايش كنت تسوي في اليوم الوطني؟ وين كنت تروح؟ وين كنت تجي؟ هل انت تقضيها في البيت؟ هل انت والله اني من الناس اللي احب اقضيها في البيت. في اليوم الوطني؟ اي نعم. والسبب؟ ما ادري. ما في سبب. تحس ان الفرحة انك لازم تروح لازم تجي ولا لازم تكون يعني مشاعر داخلية؟ اذا فيه مثلا مهرجان شيء بمناسبة الوطن حضرت، ما في شيء ما اقعد في البيت. تحس انه مرضي. طيب الحين تشوف اليوم الوطني الفرحة، هل هي فرحة مشاعر او فرحة انك تحتفل وتنبسط مع الناس؟ لا فرحة مشاعر وبنفس الوقت تحتفل وتنبسط مع الناس. طيب ليش تقضي لا في البيت؟ ليش ما تروح تحتفل وتنبسط؟ عاد والله طقوسي. عاد مالك شغل. طيب انا يا ابو مايد انا اتوقع باذن الله انك من الاشخاص اللي لهم مستقبل. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. مستقبلا في التقديم، وباذن الله نشوفك على مسارح عالميه تقدم اليوم الوطني السعودي. الله يجعلني يفتاك، والله يوفقك ان شاء الله. مع اني والله ماني شايف الخير في الطبخه. دجاجه اشكمها راحت كذا. ما ادري قاعد اقطع. انا اعتذر لك شيف غند. طيب انا بعلوش تعلبي. تعال ابو علوش. بعلوش الحين احنا في اليوم الوطني 94 صح ولا لا؟ صحيح. الايام الوطنيه اللي راحت واللي اللي فاتت كيف كنت تعيش؟ كيف كان اليوم الوطني معك؟ والله يعني كل يوم وطني تجي فيه احتفاليه معينه او وقت معين يكون فيه الشغال اللي هي الالعاب الناريه والفعاليات هذه البسيطه، فكنا نحضرها. طيب ما يجي سنه لازم نحضرها. طيب انت كنت من الاشخاص اللي يقضون اليوم الوطني في البيت ولا كنت تروح تحتفل مع الناس؟ كيف كانت الاحتفالات معك؟ يعني في البداية تطلع من البيت في المغرب. يا سلام. مع زحمة الطريق إلى ما توصل لأماكن الفعاليات اللي هي البوليفارد والأشياء ذي. يا سلام. تبدأ عاد الألعاب النارية للساعة 12 أو 1. 12 الليل؟ إي أو 1. ها بعدين؟ بعدين خلاص تخلص ترجع لبيت أمك تاكل عيشة. كيف تحس الشعور باليوم الوطني إذا رحت تحتفل؟ كيف؟ الصراحة يعني شعور فخر واعتزاز. يعني شعور عظيم جدا. تمام. مثلاً. طيب طباعك هو أنت يا طويل العمر اليوم الوطني في قناة الواقع. والله أنا أتمنى أبو عبد الله يعني يستأجلنا باص ونروح كلنا نحتفل. نحتفل وين؟ في تخصصي. وأنت بالصدق؟ أنا أول مرة أيدك في رأي. رسالة أبو عبد الله إذا ما عندك مانع أبو عبد الله. يعني استأجلنا باص يعني بس. وننبسط ونستأنس ونعيش الجو. ونحتفل هنا اليوم ونفكر نحتفل برا. خلاص ابو عبد الله اكلمك لسان مقدم ماني بمتسابق، انا الحين مقدم. صحيح. يعني المفروض انك تضبطني. وانت ما شاء الله عليك ابو جديع يعني تميزت في كل حالاتك وفي كل حضورك وتالقت الصراحه. يعني في مجال الشعر ما خليت الناس درب. في مجال الانشاد ما خليت الناس درب. في مجال التقديم ما شاء الله عليك. فانت الجوكر اللي يطرونها ويكتبون عنك. انا ما صرت كويس ولا صرت يعني متميز الا بتميزكم انتم يا حبيبي. جاء العمر طويل لا تميز موطي. ابو عواد فارق لازم تعجل للحين لانه وش قال لي؟ قال خلى لا بس طيب. انه مزودين ابو عواد ابغى منك شيء فرائحي في الوطن.